زميلي محمد، زميلي تحية، تحياتي ليكم، وكل طبعا كل سنة وانتم طيبين، وكل الشعب المصري بصحة وخير، وكمان أعضاء الجمعية العمومية في الثلاث فروع، أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي في اليوم النهاردة احتفالية رائعة كعادة مجلس إدارة النادي الأهلي، وأولى حفلات شم النسيم في عهد مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب الأكيد. بنتمنى له كل السلامة والشفاء العاجل، ويتواجد على كرسي رئاسة النادي الأهلي خلال الأيام القادمة. النهاردة طبعا من مقر النادي الأهلي بمدينة النصر حفل رائع ومميز جدا، وهنا يمكن العمل على قدم وساق ابتداء من مدير النادي، مدير الامن، كمان شركه فالكون المتواجده هنا طبعا لتنظيم الحفل. هيكون في عدد كبير جدا من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. وعايز اقول لك كمان البروجرام اللي هيكون متواجد النهارده في حفل اليوم، يمكن الساعه 4 عصرا فريق بلاك تيما هيكون متواجد هنا بمقر النادي الاهلي بمدينه نصر، وهيخلص 5 مساء، ثم ابتداء من الساعه 5 هيكون في فقره فاير هتكون متواجده. ايضا كمان الساعة 7 الفنانة طبعا بوسي، اللي هنا طبعا في حب كبير جدا من أعضاء الجمعية العمومية سواء لبوسي، وأيضا كمان لفناننا الكبير جدا مدحت صالح اللي هيكون متواجد أيضا كمان في ختام هذا الحفل انطلاقا من الساعة 9. عايز أقول لك كمان يمكن الأمور هنا ماشية بشكل رائع ومميز جدا، وهيكون لنا تغطية خاصة طبعا كالعادة بشكل حصري على شاشة قناة النادي الأهلي ليه كل فقرات الحفل. وعايز كمان هينضم لي في خلال اللحظات زميلي محمد الأستاذ عماد فهمي، عضو اللجنة الثقافيه بالنادي الاهلي، الحاوي حقيقه طبعا يمكن مجهود كبير بيحاول ان هو يقوم بيه للنادي الاهلي. عماد بيه طبعا برحب بيك كعضو اللجنه الثقافيه هنا في النادي الاهلي، مجهود رائع، وبنتمنى طبعا الحفل يليق باسم النادي الاهلي كالعاده. حابب تقول ايه في البدايه؟ وكل عام وانت بخير. اولا كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وعائله الاهلي بخير وطيبه في اول حفلات هذا العام. انا عايز اقول ان النهارده انا بعتبره حدث، وحدث تاريخي، لاني عارف يا استاذ كريم اول مره قناه النادي الاهلي بتبث حفله على الهواء مباشره، بتطلعها على الهواء مباشره لكل الاعضاء ولكل الجمعيه العموميه في الثلاث مقرات. يعني احنا هنا في مدينه نصر بشكل حصري، وبشكل حصري دي اهم حاجه. قبل كده كان في قنوات بتنقل حفلات النادي الاهلي لكن مش بالشكل الحصري دوت. انا سعيد جدا ان قناه الاهلي قناتنا هي اللي بتنقل ده حصري، وده بيساعد وبيخدم على البرنامج بتاع عائلة الأهلي، لأن احنا دلوقتي في مقر النادي في مدينة نصر، لكن عائلة الأهلي في الشيخ زايد، وعائلة الأهلي في مقر الرئيسي في الجزيرة بتشاهد الحفل في نفس الوقت، وده الترابط. ده غير بقى ان جماهير الأهلي العريضة في كل مكان، مش في مصر بس، ده في الوطن العربي كله بتشاهد الحفل على الهواء وحصري من قناة النادي الأهلي. فدي حاجة بصراحة تسعدنا كلجنة ثقافية أولا، وكنادي أهلي، وكإدارة نادي أهلي، وكجماهير النادي الأهلي وأعضائه وجمعيته العمومية. عايز أتكلم طبعا على الحفل الرائع، عارفين فقرات عديدة متواجدة ختاما طبعا بفناننا الكبير مدحت صالح، لكن عايز أتكلم الإعداد تم قد إيه بالنسبة للحفل المميز ده، لأن شايفين تجهيزات رائعة جدا يا عماد بيه. والله أنا عايز أقول حاجة يعني مش مفاجأة ومش سر، التجهيزات كانت في وقت قليل جدا جدا جدا، وكنا فعلا نفسنا نعمل الحفلة دي بطريقة وبطريقة جيدة وفي أسرع وقت، ما خدتش وقت كبير، وكنا مضغوطين في الوقت دون، وكنا عايزين نطلع الحفلة وإن شاء الله تطلع بالشكل اللي احنا نرجوه لأعضاء النادي الأهلي ولعائلة النادي الأهلي. الحفلة زي ما قلت لك ما خدتش وقت كبير، لكن احنا كنا مصرين على ده لسبب واحد، احنا بقالنا عدة سنوات متوقفين عن الحفلات، ودي تعتبر الحفلة الأولى في عهد مجلس الإدارة الجديد اللي احنا بدأنا العمل بيه تقريبا في 2018 أو آخر 2017. بداية جيدة إن شاء الله، برنامج ارتضيناه كلنا وهو عائلة النادي الأهلي، وحتبان البرنامج ده، حيبان إنجازاته، حتبان كل إنجازات، حتبان في كل الفروع إن شاء الله، بما فيها قريب جدا إن شاء الله في الفرع الرابع في التجمع الخامس. شكرا جدا عماد بيه. شكرا، شكرا يا فندم، وشكرا للنادي، وشكرا لقناة النادي الأهلي اللي مشرفانا وهي في بيتها على العموم. شكرا، شكرا. كل الشكر وتقدير طبعا لعضو اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي الأستاذ عماد فهمي، وزي ما بقول لك زميلي محمد، زميلتي آية، حفل إن شاء الله يكون رائع ومميز يليق بأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وأكيد هنكون مستمرين معاكم هنا بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر، ونقل حصري لحفل شم النسيم. عودة ليك زميلي محمد، عودة ليك زميلتي آية. Thank you.